بوليوود بايكر يقول منو الافضل في التمثيل ديبيكا او بريانكا؟ انا افضل عندي بريانكا واحس ان تمثيلها واقعي اكثر. هو على طول حط الواب. فخلنا ناخذ واحد ورا ثاني. خلنا ناخذ عصام. عصام شو رايك ديبيكا ولا بريانكا بالنسبه لك؟ تعرفهم اول شيء؟ والله والله الحمد لله على بالي همالني ولا سرديوي. ديبيكا ولا بريانكا؟ والله بريانكا اقوى شوي. تعجبك بريانكا اكثر انت؟ انا عجبني الفيلم هذا اللي رنبير كابور. بريانكا؟ اي فيلم باجيرو مستاني؟ ديبيكا اللي رنبير كابور. برفيا صح. بريانكا لا انت عارفها والله ما شاء الله. دور مركب كان ماله صحيح. الفيلم الثاني اللي عجبتني فيه اللي تكون ملاكمة. اوه هذا الفيلم صح. هذا من الافلام الجميله عند عامر بعد. يعني اللي هو شو اسمه ماري كوم. ايوه ماري كوم من الافلام الجميله بعد. ابي تك تو صرف فايتر لكن اگر تم سکھائے گا تو باکسر بھی بن جائے گا. فانت تشوفه افضل من ديبيكا؟ طلب تمثيل اقوى يعني برز عنده شغلات. تصورك تعال هنا زميل. انا بالنسبه لي لا يعني مع احترامي لبرينكا برينكا يعني ما توصل مستوى ديبيكا. ديبيكا ممثله كامله وتؤدي كل ادوار وغير هذا كله. برينكا متاخره عند ديبيكا يعني ما في مقارنه. يعني لو اثنينتهم على التوب انا اقول لك منو اختار بس ما في مقارنه. ديبيكا طوفت يعني طبعا ديبيكا الحين قاعدة تاخذ الطابع اللي كانت فيها مدوري اللي وصلت التوب يعني راسها راس مع الممثلين نجوم كبار الرجال. ديبيكا الآن وصلت هالمرحلة. ايه هذا المستوى. انا ديبيكا لا بركة بسيطة يعني جيدة بس ما تقارن. هو نفس الشيء. انا يعني هي معادلة ممكن تكون مثل ما قال عصامي جاب لنا الادوار المركبه مثل دورها في برفي قوي جدا ودورها في فيلم ماري كوم كان بعد جدا قوي. بريانكا ايضا بتشوف الوجه الاخر. ديبيكا عندها ادوار بعد قويه مثل بيكو. بوت بريشر نا بابا. اي بابا ام نوت ميديتينج يار. زين. او مثل دورها في فيلم رام ليلا. ٹھیک ہے تو پھر ہنی مون میری پسند کا ہوگا جگت رانا مدھو چندا لوج. او ايضا دورها كان في فيلم حتى لو في بداياتها نقول ام شانتي ام كانت دخلت شيء دخله قويه. فبس انا بالنسبه لي انا عندي معادله بينهم معادله سويه. بس للاسف يعني بريانكا شو خربت على نفسها؟ شو اللي خربها؟ ان اختياراتها في النهايه اختربت وسافرت لأمريكا واهتمت في أمريكا أكثر عن اللازم. ديبيكا كانت بتصل نفس المرحلة بس الحين على الأقل رجعت. فهذا اللي خرب علي. ولا هي كممثلة. وجانا السؤال هني من مس ميمال نفس الشيء. شنو رأيكم بريانكا تشوبرا؟ خلنا نتكلم بريانكا تشوبرا كخاصية. بريانكا تشوبرا أول ما بدأت في فيلم أنداز كانت لارا دتا مناطحتها هي أقوى منها ومعطينها ما عطوها دور حلو. بريانكا عطوها دور أي كلام هامشي كأنها ممثلة هامشية. بس بعدين طلعت بشكل كبير جدا خاصة بعد ما ظهرت في أفلام أعتقد فيلم هيرو مال سني. من بعدها لا أول فيلم مالها كان أنداز مع أكشي كومار اللي نزل. بس هو هيرو أول فيلم وقعته. عقبها ظهرت في افلام اعتراض مال اكشي كومار دور مجرمه يعني دور فيلن قويه فامباير يقولوا عليها. فانا عجبتني من هني بدات تطلع كممثله خلاص يعني تسيطر على الوضع. تصرف فيزيكال ريليشن ما هيجي يا مجد اقرب بوزع احساسي انت ما احساسك صح. حياه ديبيكا بعدين شويه اخذت شويه منها اخذت المكان اللي كانت حق بريانكا. بس انا بالنسبه لي كممثله بريانكا صراحه بريانكا ممثله لا يعلى عليها ايضا. وايضا في ناحيه اخرى ديبيكا لا يعلى عليها. يعني في مناطحه بثنتين مثل ما تقول لي بين سرديوي ومادوري بقعد انا كذي ها ايه. بس بقول مادوري شويه مادوري شويه بس سرديوي بعد قويه صراحه. هذه هي ترى ديكو مجھے ایک بار کیا ہے میرے پاس کیسے سروائیو کروں گی سوچو نا ایک بار پلیز.